بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامج اخبارنا اللي بنتابع فيه اهم اخبارنا واخبار نادي الزمالك العظيم والاخبار المحليه والعالميه. وزي كل يوم وزي ما عودناكم، البدايه دايما بتكون بعناوين الحلقه. القيد انتهت الازمه. بدء الاستعداد، الزمالك يواجه سبورتينج بدلا من الانصار السعودي. عواد زملكاوي. واخيرا عماد غنيم في ضيافه اخبارنا. مساء الخير والسعادة على أحلى وأعظم جمهور في الدنيا. أرسنال فريق الفن والهندسة على طريقة الزمالك المصري. ده مش كلامي، ده كلام المعلق الشهير عصام الشوالي. والشوالي في المعلومات وفي الكورة وتاريخه كبير، ما تختلفش عليه، ما فيش اتنين يختلفوا على الشوالي. الشوالي شفناه في اختبارات كتير جدا فيما يخص معلومات الكرة والبرامج بتاعت المسابقات زمان، معلوماتي بالدرجة الأولى ومتابع جيد جدا للكرة الإفريقية والعربية وأيضا المصرية. الشوالي أثناء تعليقه على ماتش أرسنال وبرايتون في البريمير ليج بيقول: الزمالك علامة خاصة ومهمة جدا، علامة مميزة في متعة كرة القدم. بمجرد ما تشوف فريق بيلعب كرة حلوة على طول يجي في بالك الزمالك، بمجرد ما تشوف متعة كروية تفتكر الزمالك، وهو ده الزمالك. هيفضل مدرسة الفن والهندسة ومدرسة خاصة لتعليم فنون الكرة. وزي ما كنا بنتكلم عن الزمالك ونطمن جمهور الزمالك، بعض الناس زعلت، بعض الناس جالي في الحياة مسجات كتيرة جدا على الصفحات على السوشيال ميديا، ولكن بفضل المولى عز وجل احنا بنتكلم بناء على معلومة موثقة. انا مش طالع لما بقول لجمهور الزمالك اطمن، انا مش طالع بقول كلام تنمية بشرية، انا طالع عندي معلومة وبأكد تاني، انتظروا اخبار هامة. الأخبار الهامة دي هي أخبار سعيدة، أحداث في غاية الأهمية خلال الساعات القادمة. واتكلمنا من حوالي 3-4 أيام وطمنا الجمهور، وزي ما كان في ناس بتنتقد، بفضل المولى عز وجل شفنا صفحات كتير كانت برضو بفضل ربنا بتشيد. وقد كان خطوات في غاية الأهمية قام بيها نادي الزمالك على مدار الأيام اللي فاتت، ولسه اللي جاي أقوى. وأنا بتكلم برضو مش بقول كلام تنمية بشرية ولا طالع أقول كلام عشان أطمن الناس وخلاص، لا، هو فعلا إحنا بنتكلم بناء على المعلومة، وهدفنا دايما إن إحنا نجيب لحضرتك المعلومة موثقة كمنبر رسمي لنادي الزمالك. بالرغم من صعوبة الموقف والأزمة المالية والغرامات، ما بحبش أطلع أقول الكلام دوت، وما بحبش دايما أصدر طاقة سلبية، دايما بنبص على الجانب المضيء. ولكن لا أخفيكم سرا، نادي الزمالك بيمر بمرحلة إيقاف قيد وتحديات كبيرة وتحديات كتير على مجلس الإدارة. وهنا أنا عايز أقول تشبيه عشان أسهل الموضوع أكتر. يعني تخيل حضرتك عايز تبني بيت، والأرض اللي حضرتك عايز تبني عليها دي، الأرض دي مولعة فيها نار، هتعرف تبني ولا لازم تطفي النار الأول عشان خاطر تعرف تبني؟ تخيلوا معايا كل الفلوس اللي اتصرفت ديت لو كان اتحط نصها في صفقات. ولكن احنا في الوضع الحالي وبنقول لحضراتكم ان هيكون في أحداث هامة وسعيدة لجمهور الزمالك. اللي حصل في خلال الساعات الأخيرة، اولا البدايه كانت من عند الغرامات الخاصه بالبرتغالي روي إجواش المدرب العام
في جهاز جيزوالدو فيريرا وملفه اتقفل والقصة انتهت تماما، وتم إرسال خطاب صريح من الفيفا بهذا الشأن. تدخل على اللي بعده، كان في قضايا كتير جدا لمعاوني جيزوالدو فيريرا، أندريا أوليفيرا مدرب الأحمال ودانيال جونزاليس محلل الأداء، وتم استلام خطابات رسمية من الفيفا بغلق الموضوع بالكامل علشان يفك نادي الزمالك القيد للمرة الثانية في موقع أشبه بالمعجزة. وعد معايا وما تزهقش، كام قضية اتحلت واتقفلت: سبورتنج لشبونة، أتشن بونج، خالد بوطيب، أجواش، معاوني جيزوالدو فيريرا وغيرهم كتير، مش عايز أطول على حضراتكم. ولسه كمان في قضايا بخصوص بقى باتشيكو وفرجاني ساسي. الحقيقة اللي عملوا بيعملوا مجلس الإدارة حاجة تحترم في الحقيقة، أقسم بالله الناس دي فعلا شغالة بمنتهى الاحترام وبمنتهى الاحترافية والحب لنادي الزمالك. صعب قوي تبقى شغال وانت مربوط وتترمي في المية وانت متكتف، ولكن تلاقي الناس مع ذلك بتجتهد وبتطلع منتج وبتطلع نتيجة وأوتكم حاجة في منتهى الاحترام اللي في الدنيا. تلاقي ديون من هنا والتزامات من هنا وغرامات من هنا وإيقافات من هنا، صعب جدا. ولكن أمام حضراتكم هو خطاب الفيفا، ولكن الحمد لله كانوا قدها، والحمد لله نادي الزمالك خلاص بشكل رسمي ومثبت وموثق من الفيفا أنهى المشكلة، ونقدر نسجل أي صفقة جديدة خلال الفترة اللي جاية. وده هياخدني لأخبار تانية، واستكمالا للأخبار الحلوة هيكون فيه إن شاء الله بإذن الله. أنا مش هينفع إن أنا، طبعا إحنا عندنا المعلومة، ولكن متعودين دايما من مجلس الإدارة إن بيتم الإعلان في الوقت المناسب. مش عايز أشوق حضراتكم أكتر من كده، ولكن مجلس الإدارة هيعلن عن أخبار سارة جدا لجمهور الزمالك خلال الساعات اللي جاية إن شاء الله. النهاردة الزمالك جدد مع عواد، والحقيقة عواد من الحراس الكبار وراجل منتخب مصر، وكان مكسر الدنيا في الدوري المصري بشكل عام، قعد فترة كبيرة جدا في حالة من التألق، ودايما أي مستوى لاعب أو حارس مرمى هي ups and downs، وتجديد عواد في الحقيقة مكسب كبير على المستوى الفني وأيضا على مستوى أوضة اللبس، وتجديد عقده أعتقد أنه هو هيكون إضافة للسكور الخاص بنادي الزمالك. الراجل مكمل في بيته، وشفنا قد إيه الراجل كان شاري الزمالك وتنازل عن طلباته، وده والله ما كلام إحنا طالعين بنقوله، يعني مش متفق أنا وعواد، ولكن فعلا دي الحقيقة، وقالها بكل صراحة: أنا عايز الزمالك وأنا شاري الزمالك وعايز أكمل في نادي الزمالك. المفاوضات ما خدتش وقت خالص، الموضوع كان سريع جدا، حصل بعض المكالمات في أسرع وقت، كان عواد موقع عقوده مع نادي الزمالك لمدة 3 سنين علشان نقفل تماما المركز ده. ومهم إن جوميز دايما أو أي مدير فني لما يبتدي البلان أو الخطة بتاعته داخل أرض الملعب، أول حاجة بيفكر فيها حراسة المرمى ثم السرد باكين، وده المثلث اللي بيبني عليه أي ايدنتيتي أو أي هوية لأي مدير فني. دي حاجات ركائز أساسية مفيش لعب فيها تماما، فبالتالي دي بتدي أدفانتج أو بتدي أريحية لجوميز. وطبعا معاهم الحارس الشاب المتألق واللي شفناه مكسر الدنيا محمود الشناوي. بمناسبة الظروف الصعبة عايز أقول لكم طبعا إن إحنا داخلين على فترة هامة جدا في عمر نادي الزمالك، والفترة دي إن شاء الله أو الفترة اللي الناس شغالة فيها هتبقى من أهم عوامل النجاح في الموسم الجديد. هتشوفوا شكل مختلف، هتشوفوا استقرار فني، استقرار إداري، استقرار على مستوى فريق الكرة، استقرار على مستوى كل الألعاب بإذن المولى عز وجل. الحمد لله جددنا العواد، جددنا لصبحي، أنهينا غرامات، إيقافات قيد بالكامل طبعا، وكل ده كان بملفات موثقة زي ما ورينا لحضراتكم، وكمان سدد نادي الزمالك جزء كبير من مستحقات اللاعبين خلال الساعات اللي فاتت علشان طبعا يديهم حافز
في البري سيزن او في المعسكر بتاع الفريق. وبس عايز اوضح حاجه مهمه، مجلس الاداره جه لقى مستحقات على اللاعبين من الموسم اللي فات، مش بس كده، الموسم اللي فات والموسم قبل اللي فات، وفضل يدي دفعات وانستولمنتس للعيبه لحد ما دفع جزء كبير من الموسم اللي لسه منتهي. يعني تقريبا دفع مستحقات كان المفروض المجالس السابقه واللجنه اللي كانت موجوده تدفعها. طبعا الناس ما خدوش وقت، عشان برضو نكون منصفين، الناس جم فتره انتقاليه. ولكن حد يسالني فين الصفقات؟ مش احنا محتاجين صفقات؟ صح؟ طيب هقول تاني، احنا محتاجين صفقات، وهقول تاني ان هيتم الاعلان عن صفقات من جانب مجلس اداره نادي الزمالك. امتى؟ في الوقت المناسب هيتم الاعلان عن الصفقات، وكل حاجه جمهور الزمالك مستنيها والله هيلاقيها، هيلاقيها، ولكن في الوقت المناسب بهدوء. لسه معانا وقت، لسه نادي الزمالك بيشوف ايه افضل الاوقات او افضل المناسبات اللي يقدر يعلن فيها عن الصفقات بتاعته. زي ما قلت لحضراتكم، الصفقات الجديدة ان شاء الله هيكون برضو في عودة، او بالفعل خلاص تم الاستقرار على عودة احمد محمود وحسام اشرف، بالاضافة لعودة الثلاثي المصاب الونش لما اتصاب كان من افضل ثلاث ثرد باكات موجودين داخل قارة افريقيا. وده مش كلامي على فكرة، ده كلام كل السادة المحللين في كل القنوات الفضائية في مصر وفي الوطن العربي، احمد حمدي وعبد الشافي على فترات متفاوتة. طيب السوبر الافريقي قبل انطلاق موسم، وجمهور الزمالك مستنيه، وجمهور الزمالك مستني على يعني حر من الجمر. هيكون فيه مكاسب عديدة جدا، هيكون فيه دوافع للاعبي نادي الزمالك في الموسم الجديد. علشان كده جوميز مركز بشكل كبير على السوبر، وهيتم ان شاء الله باذن الله الاستقرار على كافة الأمور الفنية، وخلاص هيتم الإعلان عن الصفقات زي ما حضراتكم عارفين، أو زي ما قلت لحضراتكم هتشوفوا فيها لعيبة جدد. مباراة السوبر هتشوف فيها لعيبة من الصفقات الجديدة. عايز أقول كمان إن المجلس شغال بالرغم من طبعا التحديات الكتير والحاجات الكتير، ولكن المجلس شغال عشان عايز مصلحة نادي الزمالك، وعشان عايز يسعد جمهور نادي الزمالك، وده اللي هنشوفه مع حضراتكم خلال الفترات اللي جاية. وزي ما الناس ما كنا بنتكلم وبنطمن الناس، ان شاء الله احنا مكملين مع حضراتكم، وتأكدوا 100% يعني احنا مش مغميين عينينا على حاجة، ولو في حاجة هنطلع بمنتهى البساطة اللي في الدنيا نقولها لحضراتكم، لان احنا هنا في قناة الزمالك اصحاب رسالة وسياسة تحريرية واضحة، بنتعامل مع الجمهور دايما بمنتهى الشفافية ودايما المعلومة، عشان بفضل المولى عز وجل علاقة جمهور الزمالك والقناة تكون دايما في أحسن حال. خلي حضرتك مصدر معلوماتك يكون هو قناة الزمالك، أو طبعا الموقع الرسمي لنادي الزمالك، أو أي منصة رسمية بتخص نادي الزمالك. إن شاء الله ماشيين على الطريق الصحيح. النهاردة فريقنا هيخوض اولى مواجهاته للبري سيزن، او استعدادا للبري سيزن. كان في كلام مع الانصار، ولكن تم الاستقرار في الاخير على سبورتنج. كل التوفيق لفريقنا ان شاء الله في البري سيزن، فتره الاعداد مع جوميز. وبعد ما اتكلمنا في كل حاجه وقتلنا كل حاجه بحثا، تعالوا نطلع نشوف التقرير دوت ونرجع عشان نبتدي اخبارنا مع حضراتكم. نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في إسدال الستار على أزمة القيد بعد تلقي مسؤولي القلعة البيضاء اختيارات رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم تؤكد رفع عقوبة إيقاف القيد بعد نجاح النادي الأبيض في سداد كافة المستحقات المالية المتأخرة لمدربي الفريق خلال السنوات الأخيرة. الثلاثي البرتغالي روي أغواش وأندري أوليفيرا ودانيال غوناليس، مساعد البروفيسور فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض،
وحرص مجلس إدارة نادي الزمالك على تحويل مستحقات الثلاثي خلال الأيام القليلة الماضية لحل أزمة إيقاف القيد بشكل رسمي وإغلاق الستار على هذا الملف بعد محاولات كثيرة لإنهاء الأزمة أسفرت عن رفع إيقاف القيد ليصبح من حق نادي الزمالك قيد الصفقات الجديدة في أي وقت خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد بالتزامن مع إعلان اتحاد الكرة فتح باب القيد اليوم بشكل رسمي لتتمكن كافة الأندية من قيد الصفقات الجديدة. بطولة جديدة لكرة القدم المصرية. ياما طول طويل طويل في اختبار من ربنا. سيكمل المشوار باقتدار. والبطولة ويرفع رصيده من الألقاب إحدى الإنجازات التاريخية. بجد ترحيب بحضراتكم مرة تانية. يمكن كان في مباراة أو كان جمهور الزمالك منتظر مباراة نادي الزمالك مع الأنصار السعودي، ولكن الجهاز الإداري لفريقنا كشف عن اعتذار فريق الأنصار السعودي عن عدم خوض المباراة الودية اللي كان مقرر ليها اليوم في معسكر الفريق في برج العرب، ولكن تم الاعتذار عنها واتفق الجهاز الإداري لفريق الزمالك مع فريق سبورتنج على خوض مباراة ودية مساء اليوم بين الفريقين على غرار اعتذار الأنصار السعودي. ومن المقرر إن شاء الله إن الفريق هيخوض المباراة الودية الثانية أمام الشعلة السعودي يوم 3 سبتمبر المقبل. ده فيما يخص مباراة نادي الزمالك اليوم، فكان واجب علينا طبعا التوضيح، ولكن خلينا نبتدي مع حضراتكم أخبارنا من عند مجلس إدارة نادي الزمالك اللي أعلن عن تجديد التعاقد رسميا مع عواد قيمة كبيرة جدا، حارس دولي، راجل اشترى نادي الزمالك، خفض عقده مع نادي الزمالك. المفاوضات ما بين عواد وما بين مجلس الإدارة موضوع ما خدش ساعات. الراجل طبعا زي ما حضراتكم شايفين أعلن على صفحته الرسمية وقال أنا شاري نادي الزمالك وأن أنا مكمل داخل نادي الزمالك. عواد وقع على عقود التجديد خلال جلسة جمعته بمسؤولي نادي الزمالك خلال الساعات الماضية بعد الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالتجديد. كمان عواد كتب على فيسبوك: الحمد لله من أجل استكمال الرحلة وبناء التاريخ مع أعظم نادي وجماهير في مصر جددت عقدي مع نادي الزمالك دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى، فكل شيء يمر ولكن التاريخ يستمر. طيب قبل ما نكمل أخبارنا بينضم لينا الكابتن فكري صالح نجم نجوم حراسة المرمى. كابتن فكري مساء الفل وبتشرف بوجود حضرتك معايا، طمنا عليك. كابتن أحمد شرف عظيم ليا أن أنا أكون معاك في مذاكرة، وأهلا بيك يا حبيبي. شرف ليا يا كابتن والله، وبنتشرف يعني ان حضرتك من متابعين البرنامج. عايز طبعا اخد راي حضرتك في ملفات عديده، ولكن خلينا نبتدي فكره العمل في صمت. في حاجات حسمت وفي حاجات خلصت، ولكن الدنيا ماشيه ببلان، في سيستم موجود وهيتم الاعلان ان شاء الله خلال ساعات على صفقات نادي الزمالك بالفعل وقع معاها. فبتشوف المشهد ازاي؟ بتشوف بعض الناس اللي بتهاجم ازاي؟ يعني يهمنا ان احنا نعرف رؤيه حضرتك كقيمه فنيه كبيره جدا في كره القدم المصريه. لا حبيبي سيبك من، انت عارف الموضه دي دلوقتي بقت المهاجمه للمهاجمه. انما اما بيبقى في بلان انا بشتغل بيه وفي مجموعه ما شاء الله عليها قايمه بدور هذا البلان بالنسبه للعيبه اللي هي هتجدد او
حسين ابني. حسين راجل بيشتغل بضمير، ما بيبصش للإعلام أو ما بيبصش هو، يبقى بيشتغل وعامل هالة. لا، هو بيشتغل في صمت. صحيح. وأنا بحب الموقف ده، دايما الرجال اللي بتشتغل في صمت هي دي الرجال. صحيح. فلا، أنا 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 مطمئن تماما كزملكاوي وكمتابع للحلقة عندك وكمتابع لقناة الزمالك وكمتابع للرياضة عموما. لا، أنا مطمئن تماما ودايما كل ما الاقي، خلي بالك إن الشجرة يا أحمد، يعني حضرتك عندك نخلتين، نخلة جميلة مليانة بلح، وواحدة ما فيهاش ولا بلح، هتحدث ليه يعني؟ أكيد يا كابتن طبعا، يعني الموضوع مش محتاج إجابة، رسالة حضرتك وصلت. ولكن عايز برضو يا كابتن أخد حضرتك لجزئية فنية أخرى، وبخبرة السنين بقى، يعني كابتن فكري مخرج حراس عظام وبصمته واضحة في حراسة مرمى منتخب مصر والكرة المصرية بشكل عام، فده ياخدني لرأي حضرتك الفني، تجديد عواد مع وجود صبحي، ايضا مع وجود حارس ثالث زي الشناوي حارس واعد، بتشوف مستقبل حراسه المرمى في نادي الزمالك عامل ازاي، ورؤيتك الفنيه للتجديد لعواد؟ واحد عواد ابن من اولاد اللي الناس ما تعرفوش، كان بدايته يمكن اول مباراه كانت على يعني على ايدي، او زي ما بيقولوا ولادته على ايدي في الامارات، في دوله الامارات. كنا مع عضية السيد سنة مسيح، فما كان أول مباراة في حياته يلعبها، وده خايف جدا لأن ده لاعب منتخب الإمارات وشناوي اللي بيلعب شريف الكرام، ف يعني ده من الإسماعيلي ومالوش، لا ما كانش حد يسمع لي، فوجئ الولد أنا بلعبه، فقال لي، قلت له الولد ده عنده شخصية حارس المرمى. اللي عنده شخصية حارس المرمى يا كابتن ضياء ما تخافش عليه ابدا. انت ماتش تقيل، قلت له الله، احنا عمالين ناخده في السفريات الثالث الرابع، طب ما انا احطه واشوف. والله انا فاكر وكان ميلاد نجم يا كابتن، واعتقد ان هو كان عند حسن ظن حضرتك ورؤيتك الفنية اللي كانت. انا دايما اقول له تمسك باللي عايزك، يعني كان عايز يمشي بالاسماعيلي مرات كتير قوي يكلمني، اقول له اوعى ده ناديك هتبقى يا كابتن، ده انا بلعب، ده انا اقول له، هو اكيد سمعت، اقول له خليك في ناديك، النادي بتاعك اللي بيحبك خليك فيه، وهتبقى كابتن. وفعلا بقى كابتن الاسماعيلي، النهارده هو أدى دور كتير قوي جدا مع نادي الزمالك والحراس. خلي بالك، أنا كل ما يبقى حارس المرمى بتاعي نجم، كل ما الحراس التانية بتزيد. طبعا. لأن بيبقى فيه المنافسة، ما يبقى فيه محمد صبحي، ما يبقى فيه أكثر من واحد. الشناوي الجديد ده شامة، لازم هو يعني نزل في توقيت، لان انت في توقيت معين انت كمدير فني او كمدرب حراس مرمى، لازم التوقيت ده تبقى يعني درسه، ان الولد التوقيت ده يزود الولد وما يقتلوش او ما يجيش عليه يعني. فلا، انا مطمئن تماما لحراس نادي الزمالك، مطمئن ان شاء الله عواد ما يستقر نفسيا، بيفرق كتير قوي 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 قوي. فغالبا طبعا فتره اللي هيقعد هيمشي بتبقى الدماغ مشغول. لا، انا اتمنى له من كل قلبي انه يرجع تاني عواد، عشان المنتخب كمان. يعني النهارده عواد مش اول مره، ما عواد دخل المنتخب اكثر من مره، النهارده ما يقبل لعطائه وادائه في نادي الزمالك، نادي الزمالك يديله باور كبير. صحيح. لا،
بس يعني ده رأيي بعد إذن حضرتك. كابتن فكري، في الحقيقة نادي الزمالك في احتياج شديد لكل أبنائه، وإحنا لما يكون معانا قيمة فنية وإدارية وكادر مشرف زي حضرتك موجود معانا في قناة الزمالك، فده يعني من دواعي سرورنا وحاجة بنتشرف بيها جدا، ويا رب دايما في أحسن صحة وفي أحسن حال، ودايما بتشرف بوجود حضرتك معايا. كابتن فكري صالح، نجم نجوم نادي الزمالك ومنتخب مصر ومدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، كمان استكمالا للأخبار الحلوة زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم ان خلاص نادي الزمالك صرف جزء كبير من مستحقات اللاعبين. في الحقيقة بعض الناس او الامور او الخبر اللي احنا بنقوله دوت يبدو عادي، ولكن في ظل التحديات اللي بيعدي بيها نادي الزمالك فهو اكيد خطوة مهمة، واكيد هتعود بالنفع على الحالة المعنوية والمردود لدى اي لاعب في الحقيقة. ده فيما يخص المستحقات وفيما يخص مباراة سبورتنج. طيب كموجود النهاردة في معسكر نادي الزمالك الكابتن هشام نصر والكابتن أحمد سليمان للإطمئنان على اللعيبة والإطمئنان على المعسكر، والكلام ده كان امبارح عفوا مش النهاردة. عايز بس أقول لكابتن أحمد سليمان شكرا. طبعا احنا بنشكر المجلس كله، ولكن كابتن احمد سليمان تحامل على نفسه. الراجل انا رحت شفته في المستشفى كان عامل عملية كبيرة جدا، ومع ذلك خلال فترة النقاهة نزل وتحامل على نفسه، واي وقت نادي الزمالك بيناديله هو موجود، هو وكل اعضاء مجلس الادارة. مش عايز انسى حد، ولكن كابتن احمد سليمان طبعا، كابتن حسين السيد في ملف الكرة، ورامي نصوحي كان عامل شغل معاهم الفترات الاخيرة. ففي الحقيقة الناس شغالة بروح عالية جدا. عايز اروح معاكم للجهاز الفني وجوزيه جوميز على رأس القيادة الفنية لنادي الزمالك اللي قرر استمرار الونش وعبد الشافي في القاهرة. حد يسألني يقول لي ليه، اقول له عشان جوميز من المدربين اللي دايما بيحبوا يدوا البرنامج التأهيلي او اللاعب اللي يكون موجود معاه يكون موجود معاه بشكل يعني 100% كامل. الراجل عايز يديهم فرصة ان هم يخلصوا البرنامج التأهيلي، عايز يكون كل اللعيبة اللي موجودة في البري سيزن او في المعسكر بتاع البري سيزن اللعيبة اللي تكون جاهزة بنسبة 100%، وده بيكون بلجنة داخل الفريق جوزيه جوميز مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي. هو مش قرار فردي، ولكن دايما العلم مع الرياضة، هو الكرة دلوقتي صناعة وعلم، فبالتالي بيكون في تشاور ما بين جوميز وما بين الدكتور محمد أسامة. فبالتالي تم الاستقرار على وجود الونش وعبد الشافي زي ما حضراتكم شايفين داخل نادي الزمالك عشان الناس تكمل البرنامج التأهيلي. وزي ما حضراتكم شايفين هو علاء رجب عامل شغل هايل مع الونش ومع شيفو، بنوجه له كل التحية. يعني ده فيما يخص الونش وفيما يخص عبد الشافي اللي هيكونوا موجودين داخل نادي الزمالك خلال الايام القليله المقبله عشان يكملوا برنامجهم. برضو الونش عايز اوضح لحضراتكم فيما يخص سفر الونش لالمانيا، خلال الساعات القادمه هيكون في قرار فيما يخص الونش، هي خلاص هياخد الفيزا بتاعته يعني ويطلع على المانيا خلال الساعات القليلة الماضية للسفر من أجل متابعة حالته مع الطبيب. وبالمناسبة الطبيب اللي رايح له أو الدكتور اللي رايح له الونش ده هو نفس الدكتور اللي أجرى لي العملية الجراحية عشان يقدر يطمن على كل الأمور ومدى الجاهزية للمشاركة في كاس السوبر الإفريقي. زي ما احنا عارفين الونش خارج المعسكر زي ما كنت بقول لحضراتكم، هو وعبد الشافي، عشان كده هيكون في رحلة للونش لألمانيا خلال الساعات القليلة الماضية إن لم تكن الأيام، من أجل الإطمئنان على مدى الجاهزية الطبية، وهياخد ريبورت بقى من الدكتور هيقدر يرجع مش هيقدر يرجع، فبالتالي الموضوع كله هيتحسم من ألمانيا. ده فيما يخص الونش وعبد الشافي. بعد ما خلصنا أخبار نادينا
لسه معانا خبر تاني بيخص مجلس الإدارة والسادة أعضاء الجمعية العمومية اللي في الحقيقة عاملين شغل هايل في مصيف النادي بمدينة مرسى مطروح على مستوى الأنشطة والفقرات الترفيهية، وفي حالة من السعادة الكبيرة داخل الأفواج اللي سافرت من القاهرة للمصيف. تعالوا نشوف التقرير دوت ونرجع تاني لحضراتكم. دلوقتي مع أخبارنا المتنوعة فنتابع. بجد ترحيب بحضراتكم مرة تانية. النهاردة الاتحاد المصري لكرة القدم فتح باب القيد أمام جميع الأندية فيما يخص قيد اللاعبين، وهيستمر قيد القوائم الأولى للأندية اللي بتتضمن اللاعبين القدامى حتى يوم 7 سبتمبر المقبل، ويبدأ تسجيل وقيد القوائم الثانية أو الإضافية للأندية بمجرد اعتماد القوائم الأولية، ويستمر بالنسبة لأندية الدوري الممتاز لغاية 25 أكتوبر ولأندية القسم الثاني حتى 22 سبتمبر المقبل. أما بالنسبة للقسم الثالث حتى 25 سبتمبر والرابع حتى 7 أكتوبر. وحدد اتحاد الكرة القيد الشتوي للموسم الجديد في الفترة من 1 يناير 25 حتى 31 من نفس الشهر، وهي فترة الترانسفير ماركت الثانية أو الانتقالات للموسم الجديد، حيث سيكون هناك فرصة أمام الأندية لتسجيل لاعبين جدد وفقا لاحتياجاتهم طبعا فيما يخص الموسم الجديد. ده بالنسبة لاتحاد الكرة. طيب النهاردة منتخب الكرة الطائرة جلوس مع هيلتقي مع نظيره فرنسا في تاني مباريات الدور الأول بدورة الألعاب البارالمبية اللي بتقام في باريس من الفترة 28 أغسطس وحتى 8 سبتمبر، ويقع منتخب الطائرة جلوس ضمن المجموعة الأولى اللي بتضم فرنسا والبوسنة والهرسك وكازاخستان. باريس، مساء الفل عليك يا أستاذة ياسمين، بنتشرف بوجود حضرتك معانا في قناة الزمالك. طمنينا على الأخبار عندك وعلى تفاصيل بعثة مصر المشاركة في البارالمبيكس في باريس. عايز أعرف من حضرتك تفاصيل كل الألعاب في الحقيقة وعدد المشاركين والنتائج أو أبرز النتائج حتى الآن. أهلا بيك وأهلا بكل متابعين قناة الزمالك. طبعا البعثة المصرية البرلمبية مشاركة في دورة الألعاب البرلمبية في باريس. البطولة بدأت يوم 28/8 وتختتم إن شاء الله يوم 8/9. البعثة بتشارك ب 54 لاعب ولاعبة في 10 رياضات. طبعا أبرز الألعاب فيها عندنا ألعاب جماعية وألعاب فردية، عندنا طايرة جلوس، عندنا كرة هدف اللي هي المكفوفين يعني، وعندنا ألعاب تانية، عندنا رفع أثقال، ألعاب قوة، بوتشيا، تجديف، كانوي. عندنا 10 ألعاب، بس من ضمن العشر ألعاب في 3 ألعاب بتشارك لأول مرة. من ضمنها البوتشي والتجديف، وإن شاء الله نتمنى كل التوفيق لكل أبطالنا في البطولة.
خليني اسالك، طيب ابرز النتائج حتى الان عامله ازاي بالنسبه لمنتخبنا او بالنسبه لمنتخباتنا في كل الالعاب؟ يعني هو التنس الطاوله خلصوا منافسات، يعني بعض اللاعبين المشاركين خلصوا منافسات الزوجي، ولسه الفردي ان شاء الله هيبتدي من بكره. وعندنا كمان كره الهدف لعب ماتشين، لعب اوكرانيا ولعب الصين، ولسه هيلعب بكره مع اليابان. وعندنا طايره جلوس لعب ماتش مع البوسنه وخسر للاسف، وعندنا بيلعب النهارده مع فرنسا، المفروض الماتش دلوقتي شغال. طيب. يبدأ عندنا احنا ستة، عندنا احنا يبدأ ستة بعد ربع ساعة. بس المنتخب كرة الهدف لو خسر بكرة هيبقى بيلعب طبعا على مراكز، لكن لو كسب هيلعب على الثالث والرابع لانه خسر اول ماتشين. طيب ده يخلينا اخدك لسؤال تاني يا استاذه ياسمين، ايه ابرز الفرق اللي احنا منتظرين منهم ميداليات في البارالمبيكس؟ طبعا من غير مناقشه ومن غير كلام رفع الاثقال، رفع الاثقال دايما في كل دوره سواء اولمبيه او بارالمبيه بيحقق لنا ميداليات كتير. صحيح. رفع الاثقال مشارك ب 13 لاعب ولاعيبه كلهم نجوم وكلهم شاركوا في دورات قبل كده، منهم رحاب احمد اللي حملت العلم المصري في طابور العرض، منهم شريف عثمان، ناديه فكري، عندنا في فاطمه دسوقي، في لاعبين كتير جدا جدا الحقيقه، عندنا صبحي، عندنا هاني عبد الهادي حاصل على ميداليات بارالمبيه، كلهم متوقع لهم ان شاء الله انهم ميداليات. رغم ان اي لاعب بيشارك في الدوره البارالمبيه مشاركته في حد ذاتها انجاز، ان هو بيشارك وبيندمج مع المجتمع خاصه مع الناس ذوي الاعاقه. عايزين ان شاء الله ميداليات من ابطالنا مصر في الحياه دايما ولاده، ولكن عايز اطمن في اي صعوبات بتواجهكم، في اي مشاكل ولا الدنيا ماشيه عندكم؟ لا خالص مفيش اي مشاكل خالص بتواجه اللاعبين، لان دايما باستمرار مجلس اداره اللجنه البارالمبيه موجود كل يوم مع اللاعبين في القريه الاولمبيه هنا في باريس. لا انا في الحقيقه شفت، ولكن انا حابب ان الجمهور والاسر والراي العام طبعا يعرف. عندنا كمان موجود هنا نائب عن وزير الرياضه الدكتور اشرف صبحي، عندنا دكتور عمرو الحداد، وعندنا دكتور مشروط عبد العزيز، موجودين برضو كل يوم في القريه وبيلفوا كل يوم الحقيقه على الملاعب، يعني كل ما بروح اي ماتش بلاقيهم موجودين بيلفوا كل يوم على كل الملاعب اللي فيها ماتشات بيطمنوا على اللعيبه. وخلاص الماتش سلمى في البارا تايكوندو للاسف كانت قريبه من تحقيق ميداليه برونزيه، لكن خسرت لتقدير التحكيم، يعني كان في تعادل، الحكم قدر ان المنافسه اللي هي اللي تكسب والماتش راح منها، بس يعني قدر الله مش هيحصل، وان شاء الله ننتظر النتائج في الالعاب الجايه ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا الناقده الرياضيه ياسمين يحيى من باريس، وزي ما كنا بنتابع مع حضراتكم يوم بيوم اخبار ابطالنا ولاعبتنا في اولمبياد باريس، برضو بدورنا الاعلامي ودورنا الوطني ان احنا نتابع اخبار ابطالنا في البارالمبيكس، ودايما في الحقيقه هم فرسان التحدي، ودايما بيبهرونا، ودايما رافعين راسنا، ودايما هم جزء لا يتجزا من المجتمع المصري، وشفنا فخامه السيد الرئيس قد ايه بيكون داعم ليهم، وقد ايه على طول هم متواجدين في كل الاماكن وفي كل حته، وهم على راسنا من فوق ودايما بيشرفونا. مرة تانية بجد ترحيب بحضراتكم، مشرفنا ومنورنا المحلل الرياضي الأستاذ عماد غنيم. أستاذ عماد بتشرف بوجودك معايا. مساء الخير ومساء الفل عليك، مبسوط إني معاك في أول ظهور ليا معاك. هتكلم معاك عن الشغل شاغل لشارع الرياضي الزملكاوي، وهو ملف إيقاف القيد وخلاص الاستعداد للإعلان عن صفقات جديدة لنادي الزمالك. بتشوف إزاي التحديات اللي قدر مجلس الإدارة إن هو يتغلب عليها في الساعات الأخيرة؟ بالظبط، هو ده كان الشغل الفترة اللي فاتت، ان احنا نحل موضوع المساعدين جوزفالدو فريرا اللي اتحلت الحمد لله، وبالتالي تم رفع القيد على الزمالك. اعتقد بقى الفترة الجاية الفترة الاهم هي الاعلان عن بعض التعاقدات اللي اعتقد منها ما تم ابرامه بالفعل، ينقص بس ان احنا نعلن عنه زي محمود بن تايك وبعض اللاعبين الاخرين. كمان برضو النتيجه بقى، دايما احنا عارفين ان رفع الايقاف ده هدف، يعني خلاص وصلت ان انا ارفع الايقاف، ولكن التعاقد مع اللاعبين هو ده الاهم بقى بالذات عشان تدعم. انا معاك، قول لي ليه انت كان عندك كميه مستحقات متاخره من الموسم اللي قبل اللي فات للعيبه اللي موجوده، كان عندك ايقاف قيد بسبب مستحقات، بتتكلم في خالد بوطيب، بتتكلم في اشيم بونج، بتتكلم صحيح. في مساعدين جوزوالدو فيريرا، بتتكلم ولسه بتحل. فان مجلس الاداره يدفع مستحقات الموسم قبل اللي فات والموسم اللي فات، ويبتدي ان هو يدي اللعيبه مستحقات الموسم الحالي،
ويحل كل هذه الأزمات ويدفع كل هذه الديون، أعتقد ده كان التحدي الأكبر. بالتأكيد ده تحدي، ولكن كمان في انفوجراف هنشوفه وممكن كمان نتكلم عنه عن أداء الزمالك ونتائجه خلال هذا السيزون طوال 49 مباراة الزمالك لعبهم طوال هذا الموسم، ما بين فوز وتعادل وهزيمة وأداؤه وأرقام الزمالك من خلال الانفوجراف ده. ولكن هو الانفوجراف ده جاهز معانا يا شباب ولا؟ هو الانفو جراف ده بيقول ان الزمالك لعب في السيزون ده 49 مباراه، هشرحه لحد ما يتم عرضه. طيب لغايه ما نشرحه تحضر الانفو جراف، خلينا نتكلم عن اخر الاخبار السعيده لجمهور الزمالك وهو تجديد العواد. كان معايا كابتن فكري صالح، كنا بنتكلم على فكره وجود حارس بقيمه عواد منتخب مصر وحارس دولي كبير، صبحي حارس منتخب مصر وحارس دولي كبير وحارس بروميسنج زي الشناوي، فاصبح حراسه مرمى نادي الزمالك في امان. مش بس امان، امانه مزيج من الخبرات ومزيج من التعامل ما بين كل الاعمار، بمعنى لما يكون عندك حارس زي الحارس الاساسي ليك وهو محمد صبحي، بيتكلم في حارس 25 سنه، فده هو الحارس المنوط بيه الحراسه، هو اللي بيلعب في نادي الزمالك حاليا طول الفتره اللي فاتت. لما يكون كمان تقدر تردد العواد بخبراته 32 سنه، يقدر يدعم احد الناشئين زي محمود الشناوي اللي عنده 20 سنه كلاعب ناشئ، وشفناه في حراسه المرمى في الاولمبياد بيأدي الحياه بشكل كمان احتياطي لحمزه علاء، ولكن هو لاعب جيد محمود الشناوي، شفناه في مباراه الدوري الاخيره بيأدي بشكل كويس، عنده ثقة، عنده ثبات انفعالي في الملعب، رد الفعل الرياكشن بتاعه عالي، زي ما انت قلت هو بروميسنج لحارس مرمى يكون واعد فعلا. فاذا انت هنا عندك طمأنينة لحراسة المرمى في الزمالك ما بين ثلاث لاعبين خبرات مختلفة، بتتكلم في اعمار مختلفة، خبرات يقدروا يدعموا بعض، فان شاء الله كده انت اطمنت على حراسة المرمى لمشروع، يعني نقدر نقول مشروع ان هو لفترة سنين ان شاء الله جاية باذن الله. فيما يخص الشناوي، اعتقد اول ظهور ليه تتكلم ماتش بيراميدز لو الذاكره ما خانتنيش، صحيح، ولكن انا لفت انتباهي وقع داخل ارض الملعب مش كل الناس خدت بالها منها. الشناوي واقف بيوجه بدوره كحارس مرمى اللعيبه اللي موجوده، لان هو بيبقى كاشف الملعب كله، فعشان تعمل الحركه دي او عشان خاطر تكون ليدر وانت في السن دوت وتكون كاشف الملعب وتدي تعليمات لزمايلك، مش تعليمات ولكن توجه زمايلك بدوره كحارس مرمى، اعتقد دي بتدل على مدى قوه شخصيه الحارس. وهاخد من تصريح كابتن فكري، قال لك حارس المرمى شخصيه، فبالتالي انت عندك حارس المرمى كواليتي حارس المرمى اللي عنده الشخصيه. بالظبط زي ما انت قلت، هو كمان التيم اللي بيطمن على حراسه المرمى بيبقى التيم عنده شخصيه البطل او الشامبيون. دايما اي فرقه بتحرص على تحاول انها تبقى عندها شخصيه البطل او تحصد بطوله وتحافظ على البطوله لازم يكون عندها حارس مرمى كفء. واحنا عندنا حراسه المرمى في مصر او بشكل عام في الكوره بنصنفها من ثلاث انواع. في الحارس اللي بيتعامل حارس مرمى العادي اللي هو بيقف لاي فرقه اللي بيدخل فيه اهداف، ده بنسميه حارس مرمى. وفي الحارس المتميز اللي بيتعامل مع كور الريسك اللي هو بنشوفه ان هو بيتعامل مع بعض الكور الخطر. الحارس المطلوب بقى للفرق زي فرق القمه او الفرق شخصيه البطل الشامبيون بنسميه بيتعامل مع الكور الهاي ريسك اللي هي الكور شديده الخطوره، زي عواد، زي صبحي، شفنا الشناوي بروميسنج زي ما انت قلت هيوصل للمرحله دي، شفنا رد فعله السريع في كذا مباراه في لعبها في الدوري في الفينشنج، ويمكن اشاد بيه كمان جوزيه ميز، فان هو احنا احد مكاسب هذا السيزون ان احنا تم دفع ب 44 لاعب من مختلفين في هذا في الزمالك، يعني بنتكلم في 44 لاعب شاركوا السنه دي، فيمكن دي احد المكاسب. وان حتى كنت اختلف معاه في ان عذرا على المقاطعه، ولكن انت دلوقتي ده عنوان وتصريح او معلومه مهمه جدا، بتتكلم ان في 44 لاعب شاركوا مع نادي الزمالك خلال الموسم ده، ناشئين وشباب وكل الفرقه السكواد. بالظبط السكواد، احنا كنا 39 قبل الاولمبياد، بعد ما راح زيزو وراح محمد شحاته وزياد كمال لاعبين كتير سافروا مع المنتخب وحسام عبد المجيد، اضطرينا ان احنا دفعنا بخمس لاعبين تانيين بعد 39. طيب قبل ما نروح للناشئين هتكلم معاك في جزئيه عشان الانفوجراف جاهز. نادي الزمالك لما بيجي يعمل صفقات عشان نقفل ملف حراسة المرمى، لأن خلاص بالتأكيد جمهور الزمالك دلوقتي قدر يطمن على مستقبل حراسة مرمى نادي الزمالك بوجود ثلاثي قوي. نادي الزمالك في الأمور التعاقدية مش بس بيشوف حارس مرمى أو لاعب يكون شاري نادي الزمالك، لا، هو نادي الزمالك حاطط سقف معين عشان يقدر يكون فيه أولا التزام من حيث الامور التعاقديه، ما يجيش يوعد لاعب يقول له مثلا هاخد 2-3 مليون دولار فيجي في نص المده يكون في شكاوات او يكون في شكاوي تانية بتروح للفيفا. فبالتالي لما تيجي تبص على طريقه التعامل
مع الصفقات داخل نادي الزمالك هتلاقي الدنيا مشت او بقت تمشي بشكل بروفيشنال قوي. اولا بتبص على اللعيب كويس. هل هو طبعا الكواليتي رقم واحد، ولكن نيه ورغبه اللاعب ان هو يكون عارف قيمه نادي الزمالك وتيشيرت نادي الزمالك زي ما شفنا احمد حمدي في تصريحاته التلفزيونيه صحيح. وايضا القيمه التعاقديه بالنسبه للاعب. طيب بالظبط، وكمان هضيف لك ان كمان لازم يكون في معايير او شويه مواصفات في التعاقد مع اي لاعب. يعني انت لما تيجي تتعاقد مع اللاعبين لازم يكون عنده شخصيه البطل ان هو يخش يضيف ويصنع الفارق مع الفرقه، يقدر يخش في الهارموني بتاع الخط اللي هيلعب فيه بسلاسه واريحيه وبسرعه، لان عامل الوقت بهنا عامل مهم، يقدر يضيف في الكيمستري بتاع الفرقه بشكل عام، لان انت كمان انت بتلعب على بطوله واثنين وثلاثه خلال السيزون، فانت لازم اللاعب اللي بتتعاقد معاه يقدر يضيف ويصنع الفارق. تاكيدا على كلامك، اللاعب دلوقتي مش بس فنيا او بقى العنصر الاهم هو العنصر الفني، لا الشخصيه. محمد صلاح وصل اللي وصل له النهارده مش عشان هو احرف لاعب او صحيح. عنده سكيلز عاليه، لا صلاح وصل اللي هو فيه عشان الشخصيه والمنتاليتي اللي طلع اتكلم فيها صلاح في البريس كونفرنس، والناس كانت بتهاجم صلاح صحيح. على هذه الجزئيه، وكمان يعرف يتعامل مع الميديا والسوشيال ميديا والجمهور والناس والجماهير، كل ده فعلا بقت منظومه. بقى اللاعب دلوقتي بقى نتاج كل ده في الاخر تاخد منه اداء في ارض الملعب، فالبروفايل بتاع كل لاعب بقى مهم. عايز اقول لك كمان برضو الخط بقى مهم قوي، يعني انت مثلا لما تيجي تتعاقد مع فيرويد لازم يكون ادرس على الجول، تيجي تتعاقد مع لاعب خط وسط يكون دستروير في نص الملعب، يقدر يقفل نص الملعب، تيجي تتعاقد مع احد الديفنس كمان. يعني انا في مره من المرات انا كنت محظوظ ان انا التقيت بجيزوالدو فيريرا، بيقول لي دايما انا بحب نوعيه اللاعب اللي لما يجي يستلم الكوره ما يستلمش الكوره وظهره للجون، ودي اول حاجه انا علمتها للاعبي نادي الزمالك او بيشوف ان هي حلقه ناقصه عند لاعب كره القدم في الدوري المصري، ان هو لما يجي يستلم يكون في اتجاه المرمى مش صحيح. العكس صحيح، ده شيء مهم جدا، عشان كده لما بنقول للاعبين بالكره بشكل في الملعب لازم استلم دايما برجليها البعيده، دي بتخليك تقف ملعب بشكل صح، لو استلم دايما برجليها القريبه هتلاقي بقى وشه للجول وده مش صح، دايما استلم برجليها البعيده فاقدر يبقى فعلا ظهري للجول، اقدر اعمل بيلد اب. كمان هكمل على كامل قلنا من شويه الديفنس، لما نيجي نتعاقد مع لاعبين المدافعين لازم يساعد في البيلد اب بتاع الهجمه، زي ما انت قلت في الانترو الجميل وانا بسمعك، الحارس المرمى والاثنين السيرد باك او الفول باك دلوقتي بقوا اهم ثلاث لاعبين في الملعب صحيح. هم اللي بيشاركوا الاثنين السيرد باك الاثنين فول باك بيشاركوا مع الباكين سواء رايت وليفت في البيلد اب دلوقتي، شفنا كتير في الكره الاوروبيه، شفنا في الاولمبياد منتخب فرنسا منتخب صغير في السن، ولكن شفنا قلبين الدفاع هم اللي بيعملوا ضغط على الفرقه الثانيه. يعني انت تيم فرنسا مثلا في ماتشنا معاهم كل الفرقه 9 لاعبين في نص ملعبنا واثنين بس منهم اللي نجح ميكالي. يمكن انا التقيت باعضاء من الجهاز الفني والتقيت بمدير المنتخب كابتن محمود حرب، اللي نجح ميكالي مع منتخب مصر فكره الوان يونت، ان المنتخب بيتحرك كله كوحده واحده، في حاله الهجوم الفرقه كلها بتهاجم، في حاله الدفاع بتلاقي العشرة او ال11 بتوعك موجودين صحيح. في نص ملعب المنتخب صحيح. هو هنا بس انا كنت بستشهد باداء منتخب فرنسا على الاثنين الفول باك، بس ده كنت اقصد من كده كان من كلامي، يعني ان احنا المدافعين بقى دور مهم قوي دلوقتي جدا. بمناسبه طالما اشدنا بالمدافعين على ما نجهز هو الانفوجراف جاهز، واعتقد أوكي. ان انت مجهز لنا بعض المعلومات هنشوفه مع حضراتكم دلوقتي على الشاشه. يلا في الانفوجراف ده احنا بنقول ان الزمالك طوال هذا السيزون لعب 49 مباراه، كل كولوم من ده عبارة عن نتيجة مباراة، بدايته على الشمال هتلاقي كان اللون الأزرق وهو يعني التعادل مع بيراميدز كان في بداية الدوري. طيب خلينا بس نوضح للسادة المشاهدين الأول كل لون واستبيان لهذا اللون أو الدلالة على هذا اللون. أولا اللون الأزرق في حالات التعادل، اللون الأخضر في حالات الفوز، واللون الأحمر في حالات الهزيمة. كل كولوم او كل عمود من ده بنلاقي عباره عن النتيجه بتاعه كل مباراه ممثله في 2 كولوم صغيرين، سواء كان تعادل سواء كان فوز سواء كان هزيمه. ونلاقي فوق في اعلى الانفوجراف على الشمال هتلاقي القيادات الفنيه للزمالك، يعني على سبيل المثال هتلاقي اول تعادل باللون الازرق كان في قياده اوسوريو، نلاقي اول لون في اللون الاخضر اللي هو كان فوز في بيراميدز ورات الكاس كانت بقياده كابتن معتمد جمال، تلاقي بقياده جوزيه جوميز هتلاقي اول تعادل كان مع الاسماعيلي، وهكذا 49 مباراه. على اليمين فوق خالص نلاقي الخلاصه او الماب او الخلاصه بتاعت الانفوجراف ده، بنقول ان الزمالك لعب 49 مباراه، الفوز كان في 26 يعني بنسبه 53% فوز طوال هذا السيزون، التعادل 11 مباراه من ال 49 يعني 23%، والهزيمه 12 مباراه من ال 49 يعني بنسبه 24%. الارقام بقى دي عشان نوضح للساده المشاهدين، كان ايقاف قيد 10 11 لاعب غير صحيح. موجودين داخل تيم نادي الزمالك لأسباب مختلفة، سواء لأسباب فنية أو لأسباب
اصابات يعني، فبالتالي في ظل كل هذه الظروف نادي الزمالك برضو قدر ان هو يخرج من الموسم بلقب قاري، وقدر ان يكون في مكاسب من قاعده من الناشئين، قدرنا نجيب تعاقدات وقدرنا نجيب لعيبه جدد. كمان هضيف لك القيادات الفنيه المتتاليه كمان برضو، دي مش هي احنا هنا ما هوش ده هدف، انت بتغير قيادات فنيه او كذا مدرسه كذا يعني. كذا مدرسه بالظبط، عشان انت الهدف الاسمى هو ان انت تحاول توصل للهدف بتاعك الفني. والاستقرار الفني صحيح. في الملعب واللي بيدل عليه في الاخر البطولات في الاخر. كمان شفت اسوريو لما جه مصر في كولومبيا وفي امريكا اللاتينيه وفي بعض البلدان في اوروبا، تناولت خبر اسوريو، جايبين صوره اسوريو وحاطين صوره للثلاث اهرامات، وجايبين اسوريو ان هو بيغير اماكن الثلاث اهرامات. طبعا ما حدش يقدر يغير اماكن الاهرامات، ولكن كنايه عن طريقه لعب اسوريو ان هو بيحرك حتى فاهم لما جه مصر الاهرامات صحيح. يعني كان بعض اللعيبه كانت بتشتكي من هذه الجزئيه، ان هو مره يلاقي نفسه باك ليفت، مره يلاقي نفسه بيلعب سته، مره يلاقي نفسه بيلعب ثمانيه، مره بيلعب باك ليفت. صحيح الروتيشن كان زياده شويه، ولكن انا بشوف بتبقى دي حسب الماتشات الوداعيه اللي بتتلعب، الفريندلي ماتشز اللي قبل المباراه، حسب حاله كل لاعبين. ممكن تلاقي كان اللاعب اللي حصل الروتيشن ده كان بيأدي بشكل كويس، ولكن اثناء المباراه ما كانش ظاهر بالشكل. يعني بشوف ان دي تبقى شويه داخل الفرقه، احنا بيهمنا في الاخر يعني بس النتيجه. انا عندي بس هنا تحفظ ان ما ينفعش مثلا لعيب يكون فت وفايق ومكسر الدنيا وبينزل ياكل النجيله ونجم الفرقه، وتاني ماتش تلاقيه اصلا مش موجود حتى على الدكه. بالظبط هي دي النقطه اللي كانت فعلا بتؤخذ، ان عشان حتى كانت تعمل موتيفيشن او تشجيع او تلاقي اللاعب بيأدي المقياس او المعيار محدش كان عارف. بالظبط في برضه انفو جراف تاني ممكن نبقى نجهزه كمان شويه، هو ان احنا بنقسم المباراه لكل شوط لثلاثه اربع ساعه، كل ربع ساعه بنشوف برضه طوال هذا السيزون اللون الاخضر هو بيمثل هنا الاهداف، الجولز فور والجول اجينست. الانفو جراف التاني يا شباب جاهز معانا؟ الجولز فور والجول اجينست. طيب عشان بس نوضح للساده المشاهدين، الاستاذ عماد بيقول ان المباراه بتقسم لثلاث جزئيات، اول جزء ربع ساعه، ثاني جزء ربع ساعه، ثالث جزء ربع ساعه. ربع ساعه الاولى من المباراه اللي هي اللون الاخضر دوت، دي الاهداف الجولز فور، الاهداف اللي الزمالك احرزها في الربع ساعه الاولى طوال هذا السيزون، واللون الاحمر الاهداف الجول اجينست، الاهداف اللي احرزت في الزمالك طوال الربع ساعه طوال هذا السيزون. اول ثلاثه على الشمال دول اول شوط، واللي على اليمين ده الشوط الثاني. فهنلاقي طيب مثلا انا هنا في حاجه لفتت انتباهي عايز اناقشك فيها، وهي حاجه في غايه الاهميه. دايما تيجي تبص على اي فرقه من الناحيه الفنيه والبدنيه، عايز تعرف مدى قوه الفرقه او شغل المدير الفني من الناحيه البدنيه، بعد الدقيقه 70 تبتدي تتفرج على اداء الفريق وعلى مدى قوه الفريق في احراز الاهداف ومدى قوه الفريق في عدم استقبال الاهداف. هنا لما نشوف دي ترجمه اللي انا لسه هشرحها، اخر ربع ساعه هي اكتر نسبه في معدل تسجيل الاهداف. هنا بالنسبه للزمالك الربع ساعه السادسه من المباراه الزمالك احرز 18 هدف، وهي الربع ساعه الاعلى في زمن المباراه للزمالك في احراز الاهداف. يليها الربع ساعه الاولى من الشوط الثاني الزمالك احرز 12 هدف، زيها بالظبط الربع ساعه الثالثه من الشوط الاولاني اللي هي اخر ربع ساعه في الشوط الاول، برضه الزمالك احرز 12 هدف. كل دي ثلاث مناطق قوه، هنا دي كسترنسز بوينت للزمالك، الربع ساعه الاخيره في المباراه مع الربع ساعه الاولى من الشوط الثاني والربع ساعه الاخيره من الشوط الاول. طب برضه عشان نتكلم على الاكستريمز على الطرفين، يعني بنتكلم في الاسترنسز ويكنس، برضه نقط الضعف هنا في الكيرف ده اللي هي اللون الاحمر اللي معلش يا شباب استاذنكم نرجع الصوره تاني عشان الاستاذ عماد لسه بيشرح. اتفضل. اللون الاحمر، فبرضه هنلاقي ان الربع ساعه الربع ساعه الخامسه اللي هي ربع ساعه الثانيه من الشوط الثاني هنلاقي ان الزمالك احرز فيه 10 اهداف، فهي دي الربع ساعه الاضعف للزمالك طوال المباراه. ممكن بقى لما بنترجم بنتكلم مع الاجهزه الفنيه تلاقي مثلا الربع ساعه اللي هي الثانيه. طيب اشرح لنا الربع ساعه الاولى والربع ساعه الثانيه والربع ساعه الثالثه بالنسبه للجولز اجينست المئويه يعني. الجولز اجينست هنا بالربع ساعه الاولى الزمالك احرز فيها هدفين في الشوط الاول، الربع ساعه الثانيه من الشوط الاول الزمالك احرز فيه 8 اهداف، والربع ساعه الاخيره ايه النسب المئويه؟ مش نسب مئويه، دي طوال السيزون عدد الاهداف اللي احرزت. عدد انت بتتكلم بعدد الاهداف، عدد الاهداف النسب المئويه. نعم بالظبط. الزمالك احرز طوال هذا السيزون، الزمالك الجولز فور الزمالك احرز 63 هدف وعليه 37 هدف. طب زي ما توقيتات ال 63 وتوقيتات ال 37 هو ده اللي الانفو جراف ده بيبينه. ما هو ده بقى اللي انا عايز اسالك فيه. احنا اتكلمنا ان اكتر وقت لنادي الزمالك احرازا للاهداف هو الربع ساعه الاخير صح ولا ايه؟ الربع ساعه الاخيره من المباراه. بالظبط. الزمالك احرز 18 هدف. على بقى الجانب الاخر، اكتر وقت نادي الزمالك كان بيستقبل فيه اهداف كان الربع ساعه الاولى ولا الثانيه؟ الربع ساعه الخامسه او الربع ساعه الثانيه من الشوط الثاني،
اللي هي اخر الربع ساعه بعد الهاف تايم. لا الربع ساعه الثانيه مش الربع ساعه يعني مش الثاني يعني يعني بنتكلم في الدقيقه 60 ل 75 هي دي ترجمتها على الانفوجراف ده. والزمالك احرز فيه بنتكلم في 10 اهداف دي ربع ساعه الاضعف للزمالك. الربع ساعه الاقوى للزمالك ما احرز يعني تم احراز اهداف قليله هي الربع ساعه الاولى من المباراه. لو ما نشوف الانفوجراف هتلاقي هدفين باللون الاحمر هم دول الهدفين اللي احرزوا في الزمالك طوال هذا السيزون. يعني دي الربع ساعه الزمالك بيكون نازل مركز جدا في تعليمات لسه اللاعبين مركزين في الملعب لسه الفتنس والمجهود البدني موجود كامل للاعبين. فدي الربع ساعه الاقوى اللي ما حدش قدر يحرز فيها اهداف في الزمالك غير بس هدفين طوال هذا السيزون. الحقيقة. انا بحييك وبشكرك دايما بنحب ان احنا يكون معانا المعلومه دايما بنحب ان احنا لغه الارقام وهي دي متعه وحلاوه الكوره. يعني هي الكوره متعتها في حلاوتها ان احنا نتكلم في الكوره مش في اي حاجه خارج الكوره. فخلاص يا شباب الصوره احنا تمام مش محتاجينها تاني. بشكركم. هاخدك لملف اخر وهو احمد سيد زيزو ومدى قوه زيزو من الناحيه الفنيه والناحيه الجماهيريه وحبه وعشقه لنادي الزمالك ومدى تمسك مجلس الاداره بوجود او ببقاء زيزو. اعتقد الطرفين اتفقوا على شيء واحد وهو مصلحه الزمالك ان زيزو يكون موجود معانا. صحيح بالتأكيد. قوه زيزو بقى وانعكاس وجود زيزو على الفريق داخل ارض الملعب بالتاكيد اضافه طبعا قويه طبعا مدار الفتره اللي فاتت دي كلها احسن لاعب طول منتخب مصر احسن لاعب في احسن يعتبر احسن لاعب في افريقيا بالارقام وبالسعر طبعا وبالاداء الحقيقه وبترجمته ده بفاعليته على الـ على الـ على الـ على, الـ على الخصم يعني. فبالتالي ده كل دي ترجمه طبعا كنا محتاجينه طبعا جدا يكون متواجد في الملعب زيزو بالاضافه لبعض التدعيمات اللي هتكون في الطريق. بالتالي يبقى عندك نص ملعب فعلا كده جيد تقدر انت تبني عليه ينافس على كذا بطوله الموسم الجاي. فبالتاكيد طبعا كان لا غنى عن ترديده. وطبعا هو اختار الحقيقه طبعا يعني فضل الزمالك وجمهور الزمالك عن الاحتراف في الفتره دي. واعتقد الموسم اللي جاي يقدر الزمالك ينافس بوجود زيزو في نص الملعب. طيب هكمل كلامي معاك ولكن خلونا نطلع لفاصل ونرجع لحضراتكم تاني مع المحلل الرياضي عماد غنيم. في الحقيقه هو ممتع من ناحية المعلومات والأرقام. بعد هذا الفاصل فنتابع. وانا بكبر بسأل ايه فيا ما بيتغيرش على وضعه كده في قلبي وابدا ابدا لا فارقش وبلاقي اللي تغير كان اكتر بكتير حاجة واحدة كانت مرة تانية بجدد ترحيب بحضراتكم. اتكلم معاك عن المباريات الودية وشايف مدى أهمية هذه المباريات في البري سيزن لجوزيه جوميز. مطلوب جدا بالاخص ان انت في سبتمبر كمان بشوف ان هو شهر بطولات يعني انت هتلعب فيه في نهايته بطوله مهمه جدا. وبشوف ان هي هيبان بقى جوميز باللعيبه اللي جددت مع اللعيبه اللي هيتم التعاقد معاها ويتم الاعلان عنهم. فبالتالي اختبار صعب قوي مباراه الاهلي مع السوبر. كمان مباراه الدور 32 في افريقيا في الكونفدراليه برضه دي مهمه جدا. انت هتلاعب الشرطه الكيني لو تالي هو صعد على حساب البن الاثيوبي فمباراته صعبه. ولكن مباراتين هيبقوا في بدايه شهر 9 يليهم السوبر مع السوبر الافريقي مع الاهلي. بشوف يعني شهر بطولات وشهر ممكن يعني يبقى ليك الغلبه لا مباراتين وديتين بعد كده عندك الكونفدراليه الافريقيه بعد كده عندك السوبر بالظبط لو هم ثلاثه وديين كمان مش اثنين. احنا النهارده واثنين تانيين بالظبط احنا بنلعب النهارده سبورتنج مكان الانصار
بس انا عجبني الحقيقه استراتيجيه جوزيه جوميز في تغيير المباراه بالشكل ده. يعني انت كنت هتلاعب الانصار، كان نادي مش عالي قوي فنيا زي سبورتنج تقريبا في نفس المستوى، يليه بعد كده الشعل السعودي نادي في ترتيبه اعلى، ادوار ترتيبه الخامس في الدوري السعودي الدرجه الثانيه، ثم الشرطه العراقي نادي يعني مش عالي فنيا. هو اللي اتحرك في هذا الملف هو الاداريين بتوع الفريق، يعني الجانب الاداري في الحقيقه كانوا بيتحركوا في اسرع وقت ممكن ويقدروا ان هم يوجدوا البديل يعني. صحيح ده بالنسبه لتغيير مباراه الانصار يعني بالظبط. لا انا كان قصدي ان كان جوزيه جوميز كان غير ترتيب المباريات الوديه بالشكل اللي يخدم الفريق من وجهه نظره هو عشان يوصل في الاخر للاداء الاحسن. انا ابتدي عشان انا في بدايه البري سيزون فابتدي بمباراه يعني لسه في الاول في البدايه ثم اعلى شبه المستوى بعد كده انزل تاني للشرطه العراقي عشان اجهز للشرطه الكيني. طيب استاذنك بس انا محتاج اروح لموضوع الحلقه، موضوع الحلقه جاهز معانا يا شباب؟ طيب موضوع الحلقه لسه مش موجود معانا فاتفضل. اوكي فالترتيب ده كويس خدم الفرقه بحيث يخدمه فنيا، يعرف ان يحصل هارموني ما بين اللعيبه اللي رجعت من الاعراض زي عصام اشرف، واللي حال اللي بشوف ان ده لعيب هايل ان هو اضافه قويه كفيرود للزمالك. عايز اقول لك كان بيلعب في كان معار للبلديه والبلديه اللي هبط، وكان هو دلوقتي هو في التوب 3 على هداف الدوري، هو احرز 14 هدف، فيبقى هو الهداف الثالث على الدوري والفرقه تنزل ويرجع، فدي طبعا ده يحسب جدا للفرقه ويكون اضافه قويه للخط الهجوم. طيب عذرا بس للتنويه للمشاهدين، احنا موضوع الحلقه النهارده كان مرتبط بمباراه الانصار السعودي، وبالتالي في اللحظات الاخيره نادي الانصار اعتذر عن المباراه عشان بس بعض الناس بتزعل ان احنا مش بنقرا الكومنتس بتاعتهم، فاحنا بنعتذر لحضراتكم. اتفضل. تمام، ونفس المستوى تقريبا زي ما قلنا من شويه، هيبقى الاستفاده واحده ان شاء الله من الفرقه. الهارموني مطلوب، وحتى وصل لنا من شويه تشكيل المباراه، اعتقد هيتم الدفع برضو ببعض الناشئين ليكسبهم مزيد من الخبرات والثقه في الملعب. كمان تشكيل المباراه خلينا نقوله للساده المشاهدين، في حراسه المرمى محمد صبحي بنقول له حمد لله على السلامه، خط الدفاع حسن ابو المعاطي هو مواليد 2005، حمزه المسلوسي، احمد مجدي، عمر جابر في خط الوسط، نبيل عماد دونجا، محمد السيد، ناصر ماهر في الهجوم، الظهور الاول افضل لاعب في مصر بعد اولمبياد باريس احمد سيد زيزو، حسام اشرف طبعا مش هنقول الوافد الجديد ولكن رجع من الجونه، وسيد نيمار. ده بالنسبه لتشكيل نادي الزمالك في مباراه سبورتنج الوديه النهارده. بالظبط، عايز اشيد بحسن ابو المعاطي من مواليد 2005 بيلعب باك ليفت هايل الحقيقه، ولعب منتخب مصر ولعب في البطوله الوديه في الجزائر. كمان محمد السيد نفس الكلام 2005 19 سنه لعيب هايل، ولكن اللعيب الابرز هو وجود الفول باك هو حمزه المسلوسي واحمد مجدي. حسام اشرف بس للتصحيح هو كان مهاجم البلديه وكان مكسر الدنيا، احمد محمود هو كان الجونه عشان بس الذاكره يعني خانتنا شويه. صحيح. وحسام اشرف البلديه. حسام اشرف البلديه واحمد محمود الجونه. احنا ما اتكلمناش على احمد محمود. لا انا بعدل المعلومه بس للساده المشاهدين. هو بالظبط رجع من الجونه فعلا. صحيح. وهو بيلعب باك ليفت بس هو مش موجود في المباراه، اللي هيلعب باك ليفت المباراه هو حسن ابو المعاطي. نعم. الاثنين فول باك او الاثنين المساكين هم حمزه المسلوسي واحمد مجدي. احمد مجدي الحقيقه من اللعيبه الهايلين، هو من الناشئين 20 سنه ولكن ارقامه هايله الحقيقه مع نادي الزمالك وفي قطاع الناشئين، من اللعيبه اللي بتعرف تدي باس تعمل بيلد اب في مرحله بناء الهجمه للزمالك، فالحقيقه هيكون ياخد خبرات ويرجع ان شاء الله بيبقى. بشكرك يا كابتن عماد، شرفتني ونورتني، وقت خلص ولكن في الحقيقه استمتعت بكل الارقام والاحصائيات اللي انت جبتها لنا النهارده. شكرا ليك. وان شاء الله نلتقي تاني على خير باذن الله والعز وجل. بشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الاعزاء وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، بكره ان شاء الله حلقه جديده من برنامج اخبارنا. السلام عليكم.